الشخص أسامة، أنا زينب. زينب موجودة؟ زينب، زينب اللي بعتها لأسامة، منتظر من ساعة هيجي اسمك دلوقتي. زينب، زينب، أنا اسمي زينب. أيوة تمام، يلا. ده الشخص اللي أنت عايز تحلليه. الشخص ده نقول إن هو شخصية غضوبة، ما بيسمعش الكلام خالص، نقول فيه عصبية شوية. الشخص ده ما بيعرفش يحوش الفلوس خالص، بفرتك أي فلوس تيجي معاه. بيخاف من الوحدة، دايما يشتكي إن أنت خايف، خايف تسيبيه أو الحاجات دي كلها. قولي لي الكلام ده مظبوط ولا لأ؟ كمان إن هو بيميل يجمع في الأخطاء دايما، يعني أفعال نرجسية شوية. اللي عايز تحليل يا جماعة بيبعت الصورة بتاعته على التليجرام، موجود في البايو. هندخل على الويب سايت، هندخل على التالت رابط جنب تويتر هنلاقيه. تمام. طيب بص يا زينب، الشخص ده يعني ما بيعرفش يتحمل مسؤولية عموما، قراراته لازم يرجع لحد ياخد قرار فيها، غير ان هو بيخاف من الوحدة. يعني هنا يعني احنا بندور على حد يسندنا، ولا نروح نسند الناس؟ الصوت بيقطع. عاوز افهم شخصيته، لو انه بحاول ارتباط معاه بس احسه ما تعرفيش عنه حاجة، عايزة تقربي منه، تقربي منه. هو ما اقول لك، هو ما بحبش يسمع كتير، الخصوصية عنده مرتفعة، فده لما بيجي يعبر عن مشاعره فهتلاقيه هو بيهتم وبيساعد وكل حاجة، بس المشكلة ان تحمله المسؤولية نفسها مش قوي للدرجة، لانه بيخاف من الوحدة، الطاقة والنشاط عنده قليلين شوية. ممكن الجانب الجنسي مش قوي قوي، يعني غير ان هو يعني متربي مع والدته، يعني دلوعة ماما، كمان متمرد، عنده افكار فيها احباط، غضوب، بيصاب بالاحباط بشكل كبير جدا، بيميل يساعد الاخرين، بيرفض حد يساعده. تمام. من ناحية الفلوس، الفلوس يعني هو مش هيكون معاه فلوس كتير، لانه بيصرف الفلوس كلها، هو الفلوس اللي بتجيله بتجيله بس تقريبا كده، لان في غياب هنا للاب، فالاب تقريبا مسافر، بيبعت له فلوس هو بفرتك فيها. تمام. عندك سؤال تاني يا زينب؟ هو ده، ده دي صورة غير الصورة خالص. هنا الشخصية فيها ثقة عالي قوي بالنفس، فضولي، ما بيتقبلش النقد، حاد جدا في التواصل. هو على فكرة الصورة بتتغير من وقت لوقت، هنا مجادل ومشاكس وعنيد. هتلاقي برضو الأذن عنده صغيرة، هتلاقي ان هو مش حابب يسمع نصايح من حد كده يعني. كمان هو بيتكلم كويس، عنده لباقة كويسة جدا. طيب طيب لو عندك سؤال تاني يا زينب، مش انت قاعده من بدري يعني، انا عايز اظبطك يعني. هو ده، ما خلاص انا قلت لك. هقول تاني. ايوه هنا جديده. طيب هو يا ريته فضل في القديمه. اتلخبطت. طيب خلينا في الجديده. في الجديده هنا يعني نقول ان هو يعني عنده حاجتين ضد بعض برضه، ان هو بيحب يسيطر، ما بحبش يعمل الغلط، بس هو عنده قدوم للغلط، حابب يرتبط، شاعر هو. طيب ممكن يفتعل مشاكل بدون اي سبب، عنده قدوم لعمل المخاطر. تمام. يعني انت عايزة تقولي يرتبط بيك ولا لا؟ ما اللي عايز يرتبط يا جماعة المفروض بيبعت صورته وصورة التاني عشان اقول هينفعه ولا مش هينفعه. اماني، احنا قلنا اماني من بقالنا ساعتين، زبيدة حمدان بقالنا ساعتين عمالين ننادي، ومن من ساعتين وانا ما انا بنادي بلاقيكم مش موجودين في اللايفات يا جماعة. طيب هو هنا يتحمل مسؤولية، في الصورة القديمة ما يتحملش مسؤولية. تمام. بس هنا هو الجانب الذكوري عنده مرتفع شوية، يعني كلامه هو اللي هيمشي، لو انت موافق على الكلام ده فتوكل على الله، هو راجل يعني جدع. تمام.
بيقدر يتحمل مسؤولية. من فترة لفترة الأفكار بتتغير. طيب نيجي على اللي بعده. اللي بعده في هنا مين؟ إيمان. إيمان احنا قلنا التفسير بتاعه في اللايف، هتلاقيه بعد اللايف ما يخلص وبشوفه تاني. تمام. أم كيان، أستاذ شلونك تقدر تحلل شخصيتي وشخصية جوزي وما بعتتش حاجة؟ طيب السلام عليكم، ممكن تحليل شخصية صورتي وصورة خطيبي؟ رانيا، رانيا من الانستجرام. رانيا، رانيا موجودة؟ مش موجودة. طيب مس من العراق. مس نايمة هنا أصلا، عمالة تكتب مس من الصبح. مس، ها يلا قولي قولي. مش موجودة يا مس. طيب السلام عليكم، ممكن تعمل كراش بتكذب اعتقد، تحب العلاقات. مصطفى من العراق موجود؟ رانيا، رانيا كنت فين يا رانيا؟ رانيا، رانيا فين رانيا؟ انا لسه قايل رانيا دلوقتي. طيب مس موجودة؟ مس ما معرفش. انا يا دكتور، انت ميسة؟ مس موجودة ماشي. طيب تبعت صورتك وصورة واحد هو ده عراقي صح؟ البطارية خلصت، البطارية بتاعتي بدأت تخلص، فعذرا لأي شخص مش هقدر أحلله، ف يعني عذرا لي، أنا آسف جدا لي. طيب هو الشخص ده عندنا هنا في تمرد، بيقدر يحل المشكلة في ثواني، شخصية كويسة يعني، عنده شك شوية، وكمان كلامه قليل، هو مر بفترة حزن من شوية بس هو مش مقصر في أول ولا حاجة. هو حاسس ان هو ما حققش نجاحات كتير، ده تحليل اللي هو الشخص اللي بعتاه مس. تمام. عندنا كمان ان هو يعني مش بيدق عمال على بطال، مع ان هو يعني عنده مثالية شوية بس مش للدرجة المزعجة ولا حاجة. تمام. صريح، ممكن يفتعل مشاكل بدون اي سبب. تمام. حنين، وده اللي طبعا جذبك ليه جدا، مع انه ما بيتكلمش كتير بس هو جذبك بحنيته طبعا. تمام. شخصيتك انت بقى شخصية انتقائية، تمشي معاه هو ودود شوية، فده هيجرحك شوية في المشاعر ان هو بيتكلم مع الناس عادي، هو كلامه قليل بس هو يعني ايه، بيحب يشتغل على احلامه طموحاته والحاجات دي. زبيدة حمدان زهد. هجيلك دلوقتي، انا ناديت عليك مرتين مرتين. تمام. مره وقعدت اقول زبيده زبيده زبيده، مفيش فايده. طيب عندك برضو موضوع افتعال المشاكل، برضو انت بتعملي مشاكل يا ميس، بتتكلمي كتير وهو ما بيحبش كده. تمام. ما بيحبش، هو ما بيحبش يطول في الكلام، يعني الكلام الكتير معاه برضو مش حلو، وان انت برضه وانت ما تحبيش تطولي في الكلام، برضه تطويل في الكلام ده يعني لا انت ولا هو بتحبوا حد يطول في الكلام، بس انت بقى بتتكلمي كتير وانت عندك جانب التفاؤل كويس جدا. كمان عندك يعني لو انت حاطط العدسه اللي في عينك كمان، برضه هي نقول بتخليك تشغلي دماغك شويه. تمام. هو من الناس الشقيانه بقى، فلو انت هتقدري تحملي لان انت مصاريفك غالية، مصاريفك كتير، بس ممكن نقول الحب يخليكي تتنازلي انت ورأيك يعني، بس في الغالب رغبتنا الداخلية بتبقى قوية فبيبقى صعب تغييرها شوية. كمان عندنا الطموح عندك عالي اعلى منه، هو عنده طموح بس انت عندك طموح اعلى. كمان هنا موضوع ان التفكير الكتير عندك زايد. تمام. لو عايزة حاجة اسأليني دلوقتي بسرعة يلا.
أمينة أنا تعبت كتير. أمينة، أمينة بلجيكا، أمينة بلجيكا. معلش أرد على أمينة عشان أميلة من عملاء الغاليين يعني. تمام معايا يا أمينة، أمينة بلجيكا. أماني، أماني، أماني بلجيكا. أنا كاتبها أمينة، أماني. موجودة أماني؟ أماني، أنا عايز أماني مش منى. منى أنت من بدري يا منى. هخلص يا منى وأنت اللي بعديها على طول عشان البطارية بتاعة التليفون هتفصل. فمعلش عشان برضو ألحق أقفل علشان اللايف يفضل موجود للناس اللي عايزة تراجع تاني. تمام؟ واللايف موجود يا جماعة، لا يتشال ولا يتحذف ولا الكلام ده كله. تمام؟ يلا أماني، أماني بتاعة بلجيكا. أماني يا أماني، ما انت قلت لي اسمك أماني قبل كده عشان اغيره وما غيرتوش. موجودة أماني؟ نعم موجودة أخيرا، الحمد لله على السلامة. طيب السؤال بتاعك ينفع أكمل نكمل مع بعض ولا لأ؟ هو الموضوع قرار نكمل مع بعض ولا لأ؟ هو الموضوع ضخم يعني عليا في إن احنا ندي قرار هنا، وأنا كده كده مش هديلي، مش هقدر أخد قرار بدالك يعني. هو شخصيته نقول إن هو عنيد شوية، متصلب الرأي. تمام بس يعني بيقبل بالحلول الوسطى. كمان هو افكاره كتيره جدا، في ابداع عنده عالي. طيب بص، هو بعتي لي الصور بتاعته غير دي تاني يعني، بعتي لي صوره تانية غير دي. عندنا هنا هو بيحب يشتكي على فكره، وطبعا انت من الاشخاص اللي بتزهق من اللي بيشتكي، وعندك برضو حتى انت في العلاقه مش مرتاح معاه يعني، انت وهو مش مرتاحين مع بعض لان انت عندك احتياج شديد جدا للعواطف والمشاعر، وشخصيتك في الموضوع ده بتبقى عملية شوية يعني، محتاجة تنفيذ، محتاجة ان ياخد خطوة جدية. بس طبعا هو علشان بطيء جدا، غير ان هو بيغير قراره من الصبح لليل والحاجات دي، فده بيعمل له ازعاج كبير جدا. تمام فمش هيتأقلم معاكي انت كده بطيئة. بس نقول في الحاح عندك، هو في الحاح عندك والحاح عنده، بس انت عندك احتياج قوي جدا للدخول في علاقة حب عنيفة، عايزة حد يقولك بحبك وحاجات من دي. من ناحية كلامك بتكلمي كويس جدا يعني، ده جانب كويس. بس الصراحة بتاعتك بقى ممكن لو هو لان هو بيتكلم كتير بيشتكي كتير، انت ما بتشتكيش، هو ممكن ان انت لو رديت عليه رد مش لذيذ فممكن يزعل. تمام اما ان انا قلت كملي معاه فالصوره بتاعته جانبيه، في صوره اماميه فوق. طيب الثقه عنده برضو مش للدرجه، ثقه مكتسبه، انطوائي، بيحب يقعد مع نفسه، وانت برضو عندك انطوائيه يعني، هتقعدوا في وش بعض 24 ساعه فلازم تخرجوا وتغيروا جو والحاجات دي كلها. اما تنفعوا مع بعض او تكملوا مع بعض، هو بيتذاكى عليك شويه يا اماني. بيكذب يعني، احيانا بيكذب. تمام ممكن كمان ان هو مش متقبل النقد. هو هنا ممكن هو بيطلب منك فلوس ولا لا؟ قولي لي، بيطلب منك فلوس؟ قولي لي بيطلب فلوس؟ لا، رد على الخاص، رد على الخاص، لان هنا ما عندوش مشكله يتجوز مين، انما يتجوز اللي معاه فلوس. بس هو عنده حاله من التشويش، بيطلب. ايوه كتير كتير. طيب يا جماعه، ما حدش يتجوز راجل يحتاج حد يصرف عليه. تمام يعني ما فيش واحده ست تتجوز راجل بيطلب فلوس لما هو لسه على البر وبيطلب فلوس، او حتى هو ما ينفعش باي شكل، ما ينفعش. الراجل ده، الرجال قوامون، علشان نبقى من الاخر، الرجال قوامون يعني لازم ان هو اللي يصرف، مش قوامون على الورق، لازم يصرف.
كمان ما بيرجعهمش، ما هو مش هيرجعهم، هو اساسا بياخد فلوس ومش هيرجعهم، ومش بياخد منك لوحدك، ده هنا اساسا هو مصاحب له اربع خمس ستات اكبر منه في السن وبياخد منهم فلوس. فلو هو جوزك فالله غالب، اما لو هو مش جوزك بس ما ينفعش تدفع فلوس، تمام؟ اما لو هو مش جوزك فهو ممكن يتجوز اي واحدة تانية منفصلة عجوزة كبيرة، مفيش مشكلة، تمام؟ معلش انا صدمتك بس معلش. طيب انما انتي عواطفك كتير، بتعرفي تعبري عن عواطفك شوية، بس برضو جانب الشك عندك مرتفع، خدي بالك من الموضوع ده. طيب نيجي بقى، كان في حد عايز تحليل ضروري، عشان انا هعمل 3 تحليلات، وان شاء الله لو بكرة عندي وقت بإذن الله، هو النهاردة اصلا انا كان عندي تحليلات، بس طبعا في اللي اعتذر وقال لي انا مسافر البحرين، وفي اللي قال لي رايح بلجيكا، وفي اللي رايح مش عارف فين، وفي اللي قال لي معلش لما مراتي ترجع، يعني انا كان وقتي مزحوم. فبكره لو وقت فاضي ان شاء الله في نفس الميعاد الساعه 6 هفتح لكم لايف، اوكي؟ عشان ما حدش يزعل مني. استاذ ابهرتني. ماشي، شكرا لك. طيب زبيدة، زبيدة فين؟ علشان زبيدة من الصبح ومش عايزة تزعل، تمام؟ انا هحلل 3 اللي هم من الاول خالص، قولي لي مين اول حاجة من اول ما بدأنا، والمفروض ان انا كنت اسجل البيانات علشان اللي بدأ من الاول. طيب ايه بتكتب؟ والله انا من الصبح. ماشي يا ايه، عسولة يا ايه، ما شاء الله عليك. مالك يا ايه، انت كنت بتحب حد وزعلك وسابك؟ ايه 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 من المغرب. انا رديت عليك اهو، ايه يا دكتور. طيب قولي لي، انت طالعه من علاقه حب متدمره منها، يعني كان في حب وسابك عشان برضو ايه؟ شكرا ليك، شكرا ليك جودي. ليا ساعتين، معلش يا جودي، هحاول ان انا اخلصك. حابة تعرفي، حابة تعرفي ايه؟ طيب بصي، هو هنا الصور بعيدة قوي، طب ممكن تقصي لي الصورة اللي انت قاعدة فيها في الجنينة، تقصها لي وتبعتها تاني، قصها وابعتيها، مش اللي شايلة باقة الورد، لا التانية اللي هي حاطة باقة الورد على الأرض، بس بسرعة بس عشان البطارية بتاعتها تخلص. وبعتذر مرة تانية من كل الناس اللي حاضرة من الأول وما قدرتش ان انا احللهم، تمام؟ ونظام التحليل المره الجايه يا جماعه، انا زعلانه منى، هحللك يا منى، تمام؟ هحللك، حاضر. انتي وزبيده، زبيده موجوده؟ عايزه تخصص يناسبك؟ الصور دي كلها معوجه. طيب بص يا جماعه، اللي انا ما قدرتش افيدهم في التحليل عموما، يعني علشان التخصص لازم تبعت له صورة كده وصورة من الجنب تتصور لهم للتحليل مخصوص. طيب بصي، تحليل شخصيته وتخصص يناسبني. هو شخصيتك حلوة قوي، بس في عندك جانب الخصوصية مرتفع شوية، عندك برضو المشاعر قليلة، وده حلو يعني عشان بيخليك ان انت شخصية عقلانية شوية. في هنا برضو افكار محبطة، بص الافكار المحبطة هقولها لكم، يعني محظوظ اللي هو وصل للنهاية لحد دلوقتي. بص لما نيجي نصحى من النوم ونيجي نبص على الجزء ده والجزء ده، تمام؟ ونيجي نبص كده مثلا في المراية ونلاقي الجزء ده وده كده بيلمع، هو هيلمع عندي عشان العرق، انما هو مش بيلمع عندي، تمام؟ بنبص نلاقي الجزء ده والجزء ده منورين او كده، سواء في الشمس سواء في مراية كده، تمام؟ وده عشان نخلص منه، بنخلص منه بعد غسيل الوش بشوية، يعني نغسل وشنا كتير. محدش عاد يبعت رسائل يا جماعة، وقفوا الرسائل بقى، عشان بس انا ايه، عندي زبيدة ومنى اللي هعملهم بس. وان شاء الله يعني مكملين مع بعض بكره باذن الله، اذا قدرت اطلع لكم هطلع لكم، تمام؟ تابعوني بس وايه، وشاركوا الفيديوهات لاصدقائكم كده.
عندنا هنا الجانب اللي انت تنفعي فيه التخصص، انت بتدرسي طب ولا حاجة؟ بتدرسي طب؟ ايه المغربية. بتدرسي طب ولا حاجة؟ لان انت ينفع تشتغلي في الصيدلة، في الطب، الحاجات دي. كمان عندك برضو التواصل قوي جدا مع الاخرين، بتقدري تتواصلي مع الاخرين. كمان شديد التركيز، يعني نقدر نقول تشتغلي في الطب، تشتغلي مصحح بيانات عادي، تشتغلي في بحس ما يناسبني. هو ماشي، ما هو هنا اساسا علشان نعمل التحليل ده في تحليل بتاع التخصص ده بياخد له وقت شوية، لان انا براجع على معلومات التخصص كلها، ان انا بفتح كتب اجيب منها، تمام، لان المعلومات كتير عندي. كنت هندسة وطلعت، تمام، برضو جانب الهندسة. وتنفع تشتغلي في البنك، لان عندك البيانات قوية جدا، تقدري تركزي في البيانات. كمان سريعة شوية في كتابة البيانات بدون اخطاء، كويس جدا. فهنا المراجعة بقى، سواء بقى موظفة بنك، موظفة بيانات، اي حاجة من ده كله ينفع معاكي، تمام. طيب هنروح بقى لزبيدة. زبيدة حمدان موجودة؟ تمام، خلاص التليفون قرب يفصل، يعني 5 دقايق وهيفصل، عشان بس اقفل قبل ما يفصل عشان اللايف يبقى موجود. شكرا لك، مش اتابع اللايفات تاني من اول البث على اليوتيوب. والله والله لا كده هزعل. ما احنا قلنا في الاول ونبعت، بس انتوا بتبعتوا الرسالة وترجعوا تبعتوا تاني، تبعتوا تالت، تبعتوا رابع. شكرا يا اي، تمام. طيب ماشي، يلا زبيدة موجودة؟ زبيدة موجودة ولا لا؟ على الانجاز منى، هحللك. يلا يا زبيدة. طيب زبيدة، انت بعت كام صورة؟ انت بعت 10 صور. ده صورة واحد، الصورة الواحد ده بعيدة، في اللايف الجاي تحضري صورة قريبة، تمام. وفي صورة لماما، ماشي. طيب احللك انت الاول، هنا عندك رغبة قوية للمغامرة، عندك احساس بالظلم شوية، عندك رغبة بان انت تشتكي كتير، بتصابي بالاحباط كتير، تمام. نقول ان انت بتفرتكي الفلوس برضو، فده برضو عايز شوية نهتم شوية. ما بتفرتكي فلوس وما تجيش تعملوا تحليل عندي خاص ليه؟ طيب عندنا كمان الرغبة القوية لافتعال المشاكل، برضو ممكن تعملي مشكلة، تمام. عندنا كمان حب الشكوى، انت عايزه تشتكي كتير، عايزه تتكلمي كتير. ده طبعا هتروحي لمتخصص يسمع لك علشان يحل المشكله، لان انت بتتعرضي لاكتئاب كتير، تمام. عندك الجانب الابداعي قوي، عندك مقاومه للتغيير، برضو في نفس الوقت بتحبي تغيري وحاجات من الاتنين مع بعض برضو. عندك هنا عدم قبول النقد نهائيا. انا الاول على مين بالتحليل؟ لا انت لك حظك بقى يا شهلاء. طيب عندنا كمان ايه؟ عندنا في جانب الاندفاع، وده بيخليك ان انت متسرعه شويه، فتبداي ان انت بتعملي اجراءات بقى ضد الاخرين فبيزعلوك شويه، تمام. طيب في صراحه، في بحث عن الهدوء، في حاجات كتير في شخصيتك عايزه تتعدل، وده بتعدل بالبرمجه اللغويه، اوكي. طيب باقي الصور بقى نبقى نحلل في اللايف الجاي، اوكي؟ اوكي انا بس عشان مش عايز ازعلك، لان انا كمان انا فصلت. في مين تاني؟ منى فين؟ انا منى. طب منى، يا منى ده كتير قوي يا منى. كتير قوي. طيب علشان برضو الموبايل هيفصل يا جماعة، الشحن بتاعي هيفصل. انت الاول بالتحليل، شكرا لك. نحلل مين بقى في الصور دي كلها، صورتك ولا صورة الشخص؟ ماشي، ما انت بعتهم مرة. طيب ها يلا منى، ليش زعلتني؟ لا لا مش هزعلك ولا حاجة، انا معاك اهو.
ما انت عندك القدرة يا آية على التواصل كويس جدا، فعادي تشتغلي في الإعلام ماشي، تشتغلي في البيانات ماشي، بس الصورة إمكانياتها ضعيفة معايا برضو. طيب نبدأ يا منى نحلل صورة البطل بتاعنا. تمام. ده انت عايزة شرح طويل. طيب الشخصية هنا شخصية إبداعية بتاعت الشخص اللي انت بعتاه. تمام. وعندنا كمان ان هو بيدور على الهدوء، قليل التواصل مع الاخرين، عنيد شوية، ما بيقبلش بالحلول الوسطى. جانب الحنية عنده مرتفع، بيقدر يتكلم كويس، يعني لبق في الكلام، دايما يعتقد ان قراراته هي الافضل. تمام. طيب نرجع على صورتك. صورتك فرفوشة يعني، بتحب الرومانسية. طب هو يقدر يختلق الرومانسية، لان الرجالة عمليين شوية، فنقول ان هو ممكن يحب الرومانسية، يعمل رومانسية ولا لأ. هو في الغالب ما بيقدرش يعبر عن مشاعره بشكل كبير. استنى ما نفتح صورة تانية. يعني هو شكاك شوية. بيقدر يتكلم كويس بس بيجي لحد المشاعر وتلاقيه فرمل. تمام. بس يعني هو حنين، حنين جدا. تمام. عندنا ايه؟ عندنا هنا في مشاكل عنده في سن الطفولة. اللي بيرن يا جماعة يفصل، انا فصلت مش عارف هو مش راضي يفصل ليه. ده اللي بيتصل يا جماعة يفصل يا جماعة. طيب عنده مشاكل في الطفولة مأثرة فيه، فده بيخليه ان هو يشتغل على أمنياته يعني. والله انت اتجنن. طيب عندنا هنا شخصيتك هنا، انت مالك كده يا منى؟ حاسة بالاضطهاد والظلم والغربة ليه؟ انت قاعدة في دولة تانية؟ ذكرت اسمي وما حللت، معلش عشان التليفون بتاعي يفصل. تمام. والشاحن بتاعه من تحت ومش هعرف ان انا احطه كده، لان انا ما عنديش الحامل، اتكسر الدشدش. طيب هو شخصيتك شخصية رومانسية جدا، بتحب تتكلمي كتير عن العواطف والمشاعر والحاجات دي كلها، كمان بتحب التناغم. يما اي صح. ماشي. عندك برضو هنا عدم قبول النقد من الاخرين، ما تحبيش حد ينتقدك. نقول شخصيتك يعني ايه، بتسلم السلطة يعني، وده هيخلي العلاقة الزوجية تنجح عموما. انت من الاشخاص اللي هي يعني بتخلي العلاقة تستمر، حتى لو العلاقة فاشلة هتستمر. تمام. لان في برضه عندك ايه، موضوع التغيير مش بالسهل معاكي. كمان برضه تفكيرك ابداعي بشكل قوي، كمان عندك تخطيط للمستقبل بشكل كبير، كمان ان انت نقول يعني في مرونة شوية، بتتصالحي بسرعة، حاجات زي كده. كمان صريحة مش كذابة. كمان متفائلة، شايفة بكرة افضل دايما. شخصيتك تناسبه ولا لأ؟ هنقول يعني تناسبه، بس هو بيحب الجانب الذكوري وانت بتقدري تديله الجانب ده، فهو بيحب الحاجات دي قوي يعني، بيحب ان انت تقول ترحبي بيه في البيت، وانت بتعرفي الحاجات دي كويس جدا. لو يرجع من البيت بتحبي تقولي الحمد لله على السلامة والحاجات دي كلها. تمام. بس هو مش بيسمع الكلام، ما بياخدش اوامر من حد، يعني عشان تديله اوامر لازم تديله اختيارات عشان تقدر ان انت تستمر اكتر. تمام. كده يا جماعة انا هفصل دلوقتي. تمام. لو في حد زعلان قوي 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 ولسه موجود يقول لي وانا هحلله، اما لو هو هيقدر يتحمل للمرة الجاية فهيبقى كتر الف خيره. تمام. عشان تليفوني بقى دقيقة ولا حاجة ويفصل، فان شاء الله يعني تكون ملحوقة ليكم. تمام. واللي عايز تحليل على الخاص بيتواصل الواتساب، بس بيكون مدفوع يعني. انا انت من بدري ابعتلي رسالة انت كده. الهام. طيب بكرة يا جماعة، طيب بكرة هعمل لكم التحليل.
بكرة، وعد مني بكرة إن شاء الله لو عندي وقت، عشان برضو لو ما قدرتش أفتح هحفظ البث المباشر. تمام، يعني أنا فرحان بيكم جدا وسعيد إن أنتوا حضرتوا معايا النهاردة. أوكي، و دايما تابعوا إن في بث مباشر نازل أو لأ، سواء من على اليوتيوب هتلاقوا في المنتدى منشور، وهتلاقوا برضو في البروفايل منشور، يعني هتعرفوا من خلاله إن في، يعني كل شوية زوروا البروفايل، هل في بث مباشر او لا. تمام، بحيث ان انتوا يعني ايه، الناس اللي قبل كده اللي وصلوا لحد دلوقتي هيبعتوا لي قبل البث المباشر بشوية. تمام، يلا انا تعبت النهاردة بصراحة، يعني والتليفون هيفصل، فده عامل لي ربكة شوية عشان بس الحق احفظ الفيديو. اوكي، سعيد جدا ان انا كنت معاكم النهاردة.